بيرها محكات السلوك السوي اللي بيجي يخرج عن هذه المحكات بنبتدي نلتفت ليه ونحدد يا ترى خروجه خروج مؤذي أو خروجه خروج غير مؤذي. فأول حاجة بنعترف بيها أو نسلم بيها بأن السلوك هذا مرضي هو عندما يكون هذا السلوك مؤذي للذات أو للآخر دون أن يكون بيراعي اهتمام الآخر أو اهتمام الذات. يعني أنا ممكن أعمل سلوك مؤذي ليا أن أنا أسهر قبل الامتحان وأبقى تعبان ومرهق وحالتي حالة وعندي طفش وضيق وخلاف، لكن هذا السلوك في الآخر بيخدم نجاحي في الامتحان. صحيح. فده سلوك سوي. ما أقدر أن أقول ما أقدرش أقول لا ده مرضي. سلوك مؤذي ليا ويبقى مرضي. جميل. إذا السلوك المرضي هو السلوك اللي نمرة واحد مؤذي للذات أو مؤذي للآخرين اللي أنا بعيش حواليهم أو للمجتمع بتاعي دون أن يخدم اهتمامات الذات وتطورها والصفات اللي احنا قلناها. ممتاز. كمان السلوك المرضي هو ارتباطه هش بالواقع. بمعنى أصح أنا عندي دايما محك أساسي اسمه اختبار الواقع. كل ما كان السلوك بتاعي بيحاكي الواقع بيقدر يتصرف يؤدي إلى التكيف مع الواقع كل ما كان سلوكي سوي. جميل. أما إذا كان سلوكي لا يراعي الواقع وهش بحيث ان انت مثلا بتقولي لي والله روح المدرسة الصبح علشان ده الواقع عشان انا عندي دراسة وطالب. جميل. فهم اقول لك لا والله ده انا بطني وجعاني ومش هروح وادعي كده ملوش دعوة بالواقع.